العجلة ديت اتولدت على 7 شهور بالظبط، وربنا بارك فيها وطول في عمرها كده، وقعدنا نرضعها بالبزازه وكده وتمام التمام، لحد ما ربنا بارك فيها وطالت بيز امها، وجيت عند ما طالت بيز امها ربنا بارك فيها وبقت تزيد في جسمها وفي حجمها، لحد ما راحوا شهر النهارده حوالي من 3 شهور ونص كده، فطمتها نرضعها. اما فطمتها نرضعها حسيت ان ضرتها بتكبر، ضرتها بتكبر، لما كبرت فجاه مره واحده كده، فخدت العجله وديتها للدكتور، فشفت عليها كشف على سونار، فقال لي دي حامل من 8 شهور ل9 شهور، ودي عايزه تولد، عايزه عمليه قيصريه، فهيحدد لها عمليه ان شاء الله باذن الله الجمعه السبت اللي جاي ده، ان شاء الله باذن الله نولدها تولد قيصر. علينا الحاله اللي زي دي، يعني عجله عمرها 4 شهور النهارده 13 يوم وحامل في 9 شهور او 8 شهور ونص، حاجه نادره فعلا، حاجه نادره قوي. حلت علينا والله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا بارك لنا في مالنا وبهمنا وفي اولادنا والدنيا تمام معانا الحمد لله. الحاله ديت اول مره تحصل، اول مره تحصل، وحاله نادره، اول مره نشوفها في تاريخ حياتي. كابتن من زمان عمري 53 سنه بنشتري بهايم وبنبيع وبنربي، اول مره تحصل الحاله ديت، الحاله النادره دي اول مره تبين. هتعمل فيها ايه بقى ديت؟ ان شاء الله باذن الله هنولدها يوم الجمعه او السبت كده، هتولد قيصري وربنا يبارك فيها بقى، نشوف لو ربنا نجى الجنين ونجاها تبقى خير ان شاء الله. انت قلت خليها لله. انا ندرتها لله من ساعه ما اتولدت اصلا، وبقى عمرها 7 شهور، ندرتها لله لان كانت نازله مش كامله، فندرتها لله، قلت ربنا يبارك فيها، لما جت ربنا يبارك فيها وكده قلت شيلها لله، لو ربنا طول في عمري دي بتاعتها لله. سبحان الله، اول مره تحصل المعجزه ديت، معجزه من النوع، حاله نادره فعلا. اهل القريه كلهم فرحانين بيها، اهل القريه فرحانين بيها، والناس بتيجي تستبارك بيها وعايزه تشوفها كل يوم، الناس عايزه تشوفها كل يوم، وعايزين يملسوا عليها ويحطوا لهم عليها ويستباركوا بكى. ما شاء الله سبحان الله. تعال كويس كويس لا إله إلا الله.